تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أضع ص معنى صحيح أمام التصرف الصحيح، وخ خطأ أمام التصرف الخاطئ. أولا، أترك الحنفية مفتوحة بعد الاستعمال. أحسنتم، خطأ، يجب غلق الحنفية بعد الاستعمال. ثانيا، أنظم أوقات راحتي. جيد، إجابة صحيحة. لا أرمي الأوساخ على الأرض، تصرف صحيح. صحيح. لا أكتب على الجدران. جيد، صحيح. التمرين الثاني، أحوط على الجواب الصحيح. المشاركة في حملات التنظيف سلوك سيء، غريب، حضاري، خاطئ. المشاركة في حملات التنظيف سلوك، أحسنتم، سلوك حضاري. نواصل. ثالثا، أصنف ما يلي في الخانة المناسبة. لدينا السكر، مسحوق الحليب، لدينا التاريخ 10 جويلية 2018، بسكويت، دقيق، ملح. جدول، اسم المنتوج، المكونات الغذائية، تاريخ نهاية الصلاحية. ما هو اسم المنتوج؟ المنتوج السكر، لا مسحوق، مسحوق الحليب. لا، اسم المنتوج هو، أحسنتم، بسكويت. نكتب بسكويت هو المنتوج. المكونات الغذائية، من ماذا يتكون البسكويت؟ يتكون من سكر، أحسنتم، مسحوق الحليب، هذا التاريخ، لا، يتكون كذلك من دقيق، دقيق، وكذلك ملح. هذه كلها مكونات البسكويت. الخانة الثالثة، تاريخ نهاية الصلاحية. تاريخ معناه تاريخ، هي 10 جويلية 2018، 10 جويلية 2018. بعد هذا التاريخ لا يجب استهلاك المنتوج. اسم المنتوج نراجع، بسكويت، مكوناته السكر، مسحوق الحليب، دقيق، وملح. تاريخ نهاية الصلاحية هي 10 جويلية 2018. التمرين الرابع والأخير، أكمل الجمل التالية. لدينا الثروة، المنتوجات، وقاية، الأوساخ، فاسدة، عفوا، المحافظة، أظافر، الأمراض. النظافة من الأمراض، أحسنتم، نظافة، وقاية من الأمراض، وقاية. الماء يجب عليه، الماء، جيد، ثروة، يجب، أحسنتم، المحافظة عليه. محافظة عليه. أقلم، ماذا أقلم؟ جيد، أقلم أظافري. حتى لا تتجمع، تتجمع في الأظافر، أوساخ، أحسنت، الأوساخ. تحتها، أقلم أظافري حتى لا تتجمع الأوساخ تحتها. عندما تنتهي صلاحية، صلاحية ماذا؟ المنتوجات، جيد، المنتوجات الغذائية، تصبح فاسدة، جيد، فاسدة، وتسبب لنا طبعا الأمراض. نراجع الجمل، النظافة وقاية من الأمراض. الماء ثروة يجب المحافظة عليه. أقلم أظافري حتى لا تتجمع الأوساخ تحتها.
عندما تنتهي صلاحية المنتوجات الغذائية تصبح فاسدة وتسبب لنا الأمراض. وهكذا انتهينا من الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.